أحلى المواعيد تجمعنا وتراث الأجداد منبعنا، خلك مع المتعة ومعنا بمسابقة شاعر المال. أحلى المواعيد تجمعنا وتراث الأجداد، خليك مع المتعة ومعنا بمسابقة شاعر المعنى. أحلى المواعيد تجمعنا وتراث الأجداد منبعنا، خليك مع المتعة ومعنا بمسابقة شاعر. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأشكر كل الشكر الجزيل والعظيم لقائد ربان ساحة الساحة وقناة الساحة أيضا الأستاذ ناصر القحطاني، هذا الرجل الرائع الذي بذل كل جهد لمصلحة وطنه وأيضا لكل المواطنين المشاركين في هذا البرنامج الكبير، برنامج شاعر المعنى الذي يدعم الشباب ويسلط الضوء على شعراء المحاورة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن يقدم السياحة بالشكل الذي يجب. حقيقة أنا سعدت سعادة كبيرة جدا بهذه الدعوة وبهذه الزيارة التي أتت فعلا لمصلحتي أنا أولا، أول شيء، فأنا تعرفت على شعراء المحاورة وكيفية طريقة شعراء المحاورة، وحقيقة أول مرة أستمتع بهذا الشكل بعد أن عرفت اللغز الحقيقي والخفي من وراء هذا الشعر والشعراء. أنا كل اللي أقوله شكرا لقناة الساحة، شكرا للأستاذ ناصر القحطاني، شكرا لكل العاملين في قناة الساحة على هذه الجهود الجبارة التي فعلا أنا أقول أنه جهود جبارة، لأنه أنا شفت أشياء ربما المشاهد ما شافها، الجولات التي قام بها البرنامج من خلال إبراز السياحة في المملكة العربية السعودية والأثار في المملكة العربية السعودية والجهود التي بذلها العاملين في هذه القناة. كل اللي أقول لهم الله يوفقكم، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، بيض الله وجيهكم. مساء عاطر لجميع المشاهدين خلف الشاشات. أنا اليوم جاي بإذن الله أشرف المحافظة إن شاء الله بمشاركة إنشادية أو ثلاث مشاركات إنشادية بإذن واحد الأحد، وأتمنى أنها تحوز على الإعجاب المشاهدين خلف الشاشات والمتواجدين برضو على المسرح. وأنا بصراحة أشكر جميع من كان خلف هذا البرنامج اللي يعتبر الرائع، والأرجع وأقول أنه نادر وفيه ريادة صراحة، لأنه جمع شمل الإبداع، كان الإبداع متشتت بين المحافظات وبين لكن ما شاء الله البرنامج ذا جاء وجمع وقدر أنه يعيد صياغة الإبداع ويرتب الإبداع من جديد، وكان مجرد أنه فقط كان مجرد أنه يعني مجرد أنه مجرد شعر رديات، لكن تطور سنة مع سنة، أشوف أنه ما شاء الله قاعد يتطور، ونتمنى لكم الأفضل بإذن الواحد الأحد. جاي الليلة للمشاركة في هذا البرنامج العملاق شاعر المعنى، أتقدم بالشكر الجزيل لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر بن عبد العزيز، وإلى النائب الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم. الشكر موصول للشاعر العملاق شاعر الأندلس شاعر ناصر القحطاني وكل زملائه الأفاضل الذي أخرجوا هذا البرنامج بأفضل صورة، راجيا من الله العلي القدير أن يعطي هذا البرنامج مزيدا من التطور والتقدم. لكم وافر شكري وتقديري. في الحقيقة سعدنا بوجود شاعر المعنى في منطقة القصيم، حيث أن قناة الساحة من القنوات المحافظة وتبرز النشاط الشعري والموروث الشعبي وكل ما يتعلق بالشيء القديم،
فلهم منا جزيل الشكر والامتنان. الحقيقة نشكر قناة الساحة هذا اليوم وكل يوم على إبداعها المتواصل مع المواطنين ومع المزارعين، ولا يخفى على جهود هذه الساحة التي ترعرعت من زمان قديم ولها جهود وتشكر على ما تبذل بهذا الشأن. نشكرهم كل الشكر ولهم منا جزيل الشكر. قناة الساحة من القنوات الرائدة والتي تظهر النمو العمراني والزراعي، كذلك تبرز الشعراء الشباب وتظهرهم للساحة، ولها جهود مشكورة، ومن جهودها تعريف المناطق والمحافظات ببعضها، تعريف المواطنين بعض المحافظات التي هم يقوموا بزيارتها، وهي من القنوات المتميزة التي تشكر وتهتم بالوطن والمواطنين. نتمنى لها التوفيق والنجاح، والله ولي التوفيق. سعدت هذه الليلة الحقيقة بالمشاركة في برنامج شاعر المعنى، هذا البرنامج الذي يثري الساحة الشعرية والساحة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. بدأ بجولاته في مناطق المملكة، وها هو الآن في منطقة القصيم يقوم بالتعريف فيها وفي محافظاتها وفي مناطقها الأثرية وفي مناطقها الاجتماعية ورجالاتها، وربطها هذا بالشعر الذي أخذ عنوان ومنبر إعلامي كبير للمنطقة، من أكبر في هذا البرنامج الذي يعتبر من أكبر برامج الشعرية في المنطقة وفي منطقة الخليج. سعدنا بتواجدنا اليوم مع محافظي رياض الخبرة ومحافظي نجوى والأخوان من الأهالي المحافظتين وأبناء منطقة القصيم جميعا، ونتمنى إن شاء الله يعني أن تتبنى قناة الساحة هذه البرامج وتضيف لها برامج إضافية تسعى إلى التعريف والتطوير بمواصلة إليه مملكتنا حبيبة. أكرر شكري لقناة الساحة ممثلة بالأستاذ ناصر الغثاني الذي سعدنا بالتعرف عليه من قبل وتواصل معه في خلال هذا البرنامج، ونتمنى إن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار. شكرا للجميع. الحقيقة نشكر قناة الساحة على هذه النشاطات الثقافية والشعرية التي أثرت المنطقة، هذه النسخة الرابعة وجابت كافة المحافظات لاكتشاف الإبداعات الشعرية من أبناء المنطقة في شتى محافظاتها. اليوم قناة الساحة تقدم لنا كوكبة جديدة من النجوم المبدعين في الساحة الشعرية وأيضا الإنشادية، وكذلك تسلط الضوء على العديد من المواقع الحضارية وكذلك التراثية في منطقة القصيم. نتمنى لهم إن شاء الله دائما وأبدا التوفيق ومزيد من البرامج النوعية التي تخدم الوطن وكذلك المجتمع. نشكر قناة الساحة على هذا البرنامج الثقافي الشعري الذي جمع شعراء منطقة القصيم، لهم منا جزيل الشكر والتقدير. أولا بالحقيقة أشكر قناة الساحة على ما قامت به من جهود جبارة لإظهار معالم محافظة القصيم في هذا البرنامج الشيق، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح وأن يستكملوا برنامجهم إن شاء الله على أكمل ما يكون. أشكر وأخص الأستاذ ناصر القحطاني على اختياره وحسن اختياره ودخوله في مواضيع تهم المجتمع بأسره، شاكرين ومقدرين لأسرة برنامج الساحة برنامج شاعر المعنى، شاكرين ومقدرين لهم جهودهم. شرفني حضور شاعر المعنى بقناة الساحة وبقيادة الأستاذ المبدع ناصر القحطاني، ودل هذا البرنامج وفعالياته على إبراز التراث في منطقة القصيم وفي جميع محافظاتها، ونشكر لجميع المسؤولين في برنامج شاعر المعنى وقناة الساحة خاصة. الحقيقة بالنسبة للبرنامج شاعر المعنى جهود كما يقال تذكر فتشكر، وبادرة طيبة الحقيقة بالتعريف بالمحافظات والمعالم الأثرية فيها، وكما تقدم بالشكر الجزيل لقناة الساحة وعلى رأسها الأستاذ ناصر القحطاني، فهذه الحقيقة أنها بادرة طيبة منها من هذه القناة، فقد
لمت المحافظات وعرفت بعضهم في بعض، وكذلك أبرزت النشاطات في المحافظات جميعا. والحقيقة لا يسعني في هذه المناسبة أن أتقدم الشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج وعلى القناة. أشكر طاقم الساحة وعلى الرأس الأستاذ ناصر القحطاني، وأشكر جميع زملائنا. صراحة البرنامج هذا أعطانا حافز قوي وطورنا، والشكر لله قبل ثم لأصحاب القناة. بالنسبة لقناة الساحة وبرنامج شاعر المعنى، قدموا للساحة وللشعر الشيء الكثير، ويعتبر أشهر مسابقة الآن موجودة في مجال المحاورات الشعرية. وبفضل الله ثم بفضل القناة هذه يعني الواحد وصل للشهرة من أقصر الطرق اللي بإمكانه يعني يجلس سنوات ما وصل لها. نشكرهم على البرنامج، ونشكرهم على الاستقبال، ونشكرهم على الاستضافة، والله يعطيهم ألف عافية إن شاء الله وإلى الأمام. أشكر كل من دعمني، وأخص بالشكر الشيخ سفر السويهري الهذلي حاتم هذيل، وكل من دعم الشيخ سليمان السعيد الهذلي، والشيخ أحمد بن فازع الهذلي، والشيخ فهد المعطان الهذلي، وقبيلتي قبيلة الطلحات أخص بالشكر قبيلة الطلحات، وعلى رأسهم شيخ القبيلة الشيخ عبد الرحمن بن علي الطلحي. وبالنسبة للبرنامج يعني برنامج ناجح وغني عن التعريف، يعني أضاف لي الشيء الكثير والكثير. أولا أشكر قناة الساحة، قدموا لي الشيء الكبير، وأشكر من دعموني، والشكر موصول للشيخ مقبل بن سلطانة المبارك العتيبي والشيخ جاسم الفيلكاوي. أشكر قبيلتي الذي لهم موقف لدي لا أنساه، وأشكر جميع من دعمني، والله يوفقكم، وقناة الساحة أكبر من منك. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر قناة الساحة لله الفضل بعد الله في احتضان هذه المسابقة وحسن الضيافة وكرم الاستقبال. ومرحلة 24 أنا تأهلت إلى مرحلة 24 بعد حصولي على الشعر الذهبي في الحلقة الرابعة من مرحلة 48، وزملائي منافسين أقوياء ومنافسين جيدين، وأسأل الله التوفيق لي ولهم. أشكر قناة الساحة وكافة طاقمها على رأسهم الأستاذ ناصر القحطاني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى سعيهم الحثيث لإخراج هذه الكوكبة النجومية إلى الساحة الشعرية بأسرع وقت وأفضل صورة. حقيقة أنا سعيد جدا في هذه الاستضافة، الكلمات حقيقة تعجز عن وصف ما أشعر به اليوم في هذه المناسبة الجميلة، والتي وصفت رياض الخبرة وأختها عيون الجوى. اليوم وقفنا على توثيق جميل جدا من قناة الساحة لرياض الخبرة وتاريخها وبعض رجالاتها وبعض المواقف والأحداث. أتمنى يعني أن ينجح هذا البرنامج وأن يفعل، وأن نعرف كل صغيرة وكبيرة في وطننا الغالي. شكر جزيل لكل القائمين على هذه القناة والقائمين على هذا البرنامج الجميل. المشاعر فياضة والأحاسيس جميلة جدا، ونحن نشاهد محافظتنا تشارك في مثل هذا البرنامج. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى مزيدا من التقدم والازدهار لهذه القناة وهذا الجروب المتميز، جروب شاعر المعنى. البرنامج بشكل عام حظي بمتابعة الكثير من المشاهدين، ولله الحمد. برنامج تابعه جميع طبقات المجتمع بشكل عام، عرفنا بالإعلام بشكل أكبر، كسبنا معرفة رجالات كثيرة، منها المنتجين، مدير القناة، منشدين، مخرج، جميع الطاقم بشكل عام. لي صلاة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة رياض الخبرة، والشكر الجزيل للأستاذ ناصر القحطاني مدير قناة الساحة لما قاموا به من دعم للسياحة بالمحافظة وتعريفهم بالمحافظة قديما وحديثا. نتقدم لهم الشكر الجزيل، ونحن اليوم نحضر الحلقة الثامنة لبرنامج المعنى الذي عرفنا بالشعراء ومنشدين والمبدعين بالقصيم. شكرا لكم من الأعماق، وتحية لكل القائمين على قناة الساحة. نشكر برنامج شاعر المعنى أربعة
على تفاعلهم معنا في تصوير المواقع الأثرية في المناطق في منطقة القصيم، ونشكر الأخ المدير ناصر القحطاني على تفاعله في هذا البرنامج. لا شك أن البرنامج ساهم في التعريف في المواقع الأثرية والسياحية في منطقة القصيم. الحمد لله، اجتمعنا في هذه الليلة لمشاهدة الحلقة أظن الثامنة، وشاهدت هذا الحضور الكثيف في هذه الليلة المباركة، وبها حضر محافظي عيون الجواء الشيخ محمد بن حجاج، ومحافظ رياض الخبرة فهد بن حسن السلطان، ومشاركين من المدينتين. وسررت جدا الحقيقة لما سمعت وما شاهدت من أشعار نافعة إن شاء الله، وتعالج مشاكل كثيرة، وتوصي بأمور جيدة لهذا البلد وأهله. وقد سمعت من الأشعار ما يسرني في بنائه وفي سلاسته، وأعجبت كثيرا، وشاهدت المنشدين وشاهدت بعض الأمور السارة، وحمدت الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى هذه الدرجة. وقد قرأت بعض الكتيبات عن هذه المسابقة، وسرني وقوف صاحب القناة الشاعر ناصر القحطاني وزملائه في هذا المجال، وسعدت كثيرا، وتمنيت لو كان لدي مشاركة أقوم بها أكثر مما أقوم به الآن من الكلمات، ولكن إن شاء الله بالمستقبل ربما تتاح لي الفرصة فأقول أكثر من ذلك. نعم، يجب إعادة الأغاني الشعبية البعيدة عن الإسفاف، والأغاني اللي ترتقي بالذوق العام. هذا شيء يعني أفضله إذا كان ليس له اصطحاب للآلات الموسيقية، هذا شيء طيب، ويظهر أصوات جميلة إن شاء الله تأخذ طريقها إلى المجال الأفضل بإذن الله. أشكر قناة الساحة، وقناة الساحة غنية عن التعريف، وأسأل الله التوفيق لي والجميع أخويانا المتسابقين. بصراحة برنامج شاعر المعنى وقناة الساحة غنية عن التعريف، شهادتي فيها مجروحة. برنامج جهوده جبارة صراحة، وأبرز شعراء في المجال الإعلامي وأبرز منشدين، والفضل لله ثم لهالبرنامج بعد حظيت بعد مشاركتي الأولى باتصالات عديدة وردود أفعال جيدة، ونشكر الله ثم نشكر الشاعر ناصر القحطاني والطاقم الإداري على الجهود، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي. نحمد الله ونشكره على تماثل خادم الحرمين الوالد للشفاء، ونشكر بالنسبة للبرنامج الشاعر ناصر القحطاني على هذه الفكرة الناجحة، شاعر المعنى الذي كل سنة يتجدد للأحسن ويبرز من نوادر الشعر الشباب الذي يلقي ما لديه من فكرة كانت لم يظهرها قبل. ونشكر الأمير فيصل بن بندر على احتضان هذا البرنامج وتشجيعه لذلك ودعمه، وكذلك النائب. ونشكر قناة الساحة على أظهار المعالم السياحية القديمة في جميع المحافظات للمشاهدين ولجميع من لا يعلم عن هذه المواقع شيئا. الحمد لله على كل حال، توفيق من الله ما هو زود حرص منا، والمكسب من البرنامج معرفة
الرجال والحل وطابعي على البرنامج، طابع البرنامج كله أن البرنامج مشاهد من جميع القبائل ومن مهتمين شعر المحاورة. وبخصوص الحلقة هذه لو فكنا الله من سعود البقومي وسامع الجعيد كان ما مثله. استغل هذه المناسبة الغالية بتقديم أسمى عبارات الدعوات والشكر لله عز وجل بأن من على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية ولله الحمد والمنة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على هذه القناة المتميزة عامة وعلى هذا البرنامج خاصة وعلى رأسهم الأستاذ ناصر القحطاني على ما حظينا فيه في محافظة رياض الخبراء من مساحة كافية لتقديم جميع ما يخص المحافظة من برامج وأنشطة هامة تدعو الجميع للاطلاع عليها. كما عرفنا هذا البرنامج حقيقة بكل ما تحتويه محافظات منطقة القصيم من برامج وأنشطة سياحية وموروث شعري وشعبي متميز على مستوى منطقة الخليج ولله الحمد والمنة. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه على ما حظيت فيه محافظة رياض الخبراء مؤخرا من مكرمة ملكية غالية، ألا وهي اعتماد إنشاء منشأة رياضية متكاملة للنادي الجوا في المحافظة. والشكر موصول لسمو سيدي صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن مندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ولسمو الرئيس العام صاحب السمو الملكية الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز على ما يجده القطاع الرياضي في منطقة القصيم خاصة وجميع محافظات ومناطق المملكة عامة. شكرا لكم، وأسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لشاعرنا المتميز الأستاذ عبد الله بن علي السحباني ولمنشدنا الغالي محمد بن سليمان العريني، وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. برنامج له صدى كبير واستفدنا منه لله الحمد، كمعرفة كحضور كجمهور ولله الحمد. وبرنامج في التألق وفي زيادة وكثافة إبداع من وقت إلى وقت ولله الحمد. وأشكر قناة الساحة وجميع قائمين عليها، وأشكر أخوي الأستاذ ناصر قحطاني وجميع من قائمين على قناة الساحة واللجنة التحكيم والصفوف وجميع من يعمل قناة الساحة، أشكرهم جزيل الشكر. نشكر الساحة على جهودها لشاعر المعنى، نشكرها بالاهتمام بالموروث الشعبي. أشكر قنوات الساحة على هذا الإبداع الذي ليس له مثيل وأثرت الموروث الشعبي، فلها منا جزيل الشكر والعرفان. نحن الآن صغيرا وكبيرا يتابع هذه القناة بكل جدية، فأشكر الأستاذ ناصر القحطاني القائم على هذه القناة جزيل الشكر. وأستغل هذه المناسبة المباركة في أن الدعاء لخادم الحرمين الشريفين، أسأل الله العلي القدير أن يلبسه لباس الصحة والعافية. الحقيقة التعبير يخون الإنسان بالمواقف هذه، ولكن شاعر المعنى إبداع بمعنى كلمة الإبداع، وله مستغرب على قناة مثل قناة المجتمع الواحد أخرجت لنا كوكبة من الشعراء على مدار 4 مواسم، ونتمنى لها التوفيق والنجاح والازدهار ومن أفضل لأفضل إن شاء الله. طبعا طلعت على هذا البرنامج وهو فخر كبير لي أني أظهر على مثل هذه القنوات. قناة الساحة هي قمة ومعروفة في دعم الشيلات ودعم الشعراء، وإن شاء الله أكون خير من يمثل هذه المحافظة. أشكر قناة الساحة على استضافتي وإلقاء قصيدتي، أعتبره وساما على صدري بالنسبة لمشاركتي والوقوف أمام هذه اللجنة أو أمام الجماهير الموجودة. الحقيقة نشكر قناة الساحة الممثلة في الشاعر ناصر القحطاني على استضافتي الليلة من شان
الدليل السياحي عن جبال بنات الشامخات، ونشكرهم على جميع ما سووا. نتابعوا البرنامج وبرنامج ناجح، وبيض الله وجيههم ونشكرهم. هذه القصيدة قلتها بأصحاب السمو الملك الأمير فيصل بندر بن عبد العزيز من القصيم وسمو نائبه. أقول من جديد الشعر من قدح الشعور، الجزيلة ما بها هفوة غشيم، من الرياض الخبرة يا ربعي نزور، المحافظ قال يا فيصل حشيم، الفكر شد القريحة يا حضور، الفيصل أمير الزعامة بالقصيم، الجواهر فيه نقش بالصخور، لهدية من قصيدي بالصميم، لابن بندر قلتها وفى شبور، القصيم بنهضته قالت كريم، قلت صح وشاركوها بسرور، بأمر فيصل كل مشروع ضخيم، وبن مشعل نايبه يتعب يدور، لين طورها وتخطيطه فهيم، فيصلين المنطقة كل صبور، شغلهم هم المواطن والمقيم، جدهم صقر الجزيرة ما يبور، الحرارة أساس هذاك الزعيم، جاب 5 ملوك من صقر الصقور، مملكتنا من عظيم في عظيم، يا ملوك المملكة روسا نمور، يا هل العوقة يا عوق الخصيم، لابو متعب حبنا ما فيه زور، كلنا شعب الملك بامر الحكيم، صفنا دون الوطن للدار سور، وارثين اسلافنا عهد قديم، السعود بحكمهم ما فيه جور، من عرف سيف الشريعة يستقيم، دارنا فيها الحرم للدين نور، قبلة الاسلام من رب رحيم، يلا هن في حماك من الشرور، انصر الاسلام واهزم للغريم، والفتن من حاولنا تطحن تدور، تقتل النسوان والمشهد جحيم، بسوريا رمي البنادق بنحور، الطفل محروق وعظامه هشيم، والمنازل موحشة هد القصور، هب يا ابليس العرب رجس رجيم، والمنازل موحشة هد القصور، هب يا ابليس العرب رجس رجيم، لك نهاية يا مسمم للبزور، عار يا الجبان ذبحك للحريم، يا عرب كوم الجنايز بالقبور، طف والنيران منهجكم عقيم، ولا من معدوم والقاتل جسور، من سلاح الغرب ذوبكم حطيب، يا كريم ويا رحيم ويا ودود، تيقظ الحكام بالرأي السليم. وحضرت في شعر المعنى وفي مسابقة شعر المعنى في مسابقة الدليل السياحي، وعجبني المحاورة والإنشاد والشعر، وأتمنى لهم التوفيق وبإذن الله. الحقيقة أنا تشرفت بحضور النسخة الرابعة من شعر المعنى، والحقيقة استمتعت كثير بالعروض المقدمة، وطبعا أتقدم بالشكر للأستاذ الشاعر القدير ناصر القحطاني على هذا التوثيق للتراث والتعرفة بمناطق عدة في القصيم، وهذه بادرة جميلة جدا ما هي غريبة على الساحة، هذا الإبداع وعلى هذا الابتكار أنا أسميه، ويعني باسمي وباسم الوسط الفني نتقدم بالشكر للساحة على هذا الرعاية لهذا الاحتفالية الكبيرة من تقديم أسماء في الشعر أو سواء في الإنشاد. جزيل الشكر للساحة على ما يقدمونه من إبداع ومزيد من التألق بإذن الله. تشرفت اليوم بحضور شاعر المعنى في مدينة القصيم في بريدة في النسخة الرابعة، كان لقاء مرة جميل، عرفنا على محافظات القصيم منها رياض الخبرة وغيرها، فكانت جولة تعطيك انطباع عام عن جميع المحافظات في القصيم. البرنامج عرفنا على شعراء جدد وموهوبين ولهم المستقبل إن شاء الله، لهم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أولا وقبل كل شيء أحمد الله الذي من على سيدي خادم الحرمين الشريفين
بالصحة والعافية، وأدعو الله العلي العظيم أن يمد في عمره ويلبس ثوب الصحة والعافية، وأدعو الله أن يديم على هذه البلد أمنها وأمنها وإيمانها فيها في ظل حكومتنا الرشيدة، وجود خادم الحرمين الشريفين عزه الله وأدامه، وسمو ولي العهد وأصحاب السمو الملكي الأمراء، سمو وزير الداخلية، سمو أمير منطقة قصيم الأمير الغالي فيصل بن بندر، وسمو الأمير المحبوب سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود حفظ الله الجميع. الحقيقة أنا عاجز عن التعبير عن هذه الأمسية الطيبة الجميلة الصراحة، الذي أنا صراحة سعدنا والله بهالأمسية الطيبة في هذه الشعراء ما شاء الله متنوعين. وأشكر الحقيقة قناة الساحة على رعاية هذا الحفل وعلى استضافة المحافظات الحقيقة، وعلى رأسهم سعادة الأستاذ ناصر القحطاني. الحقيقة أتمنى جميع القنوات يعزون حضور قناة الساحة بالإعطاء الفرصة للمحافظات في مختلف مناطق المملكة لإبراز الحمد لله معالمها وتطورها في ظل هذه الحكومة الرشيدة، الله يديم عزها ويديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله يا رب العالمين. أعطت فرصة لجميع محافظات القصيم لإبرازها سياحيا الحقيقة، يعني جميع العالم يمكن بعض يسمعون بالقصيم يحسبون القصيم كمدينة واحدة، وهي الحمد لله مدن متعددة. فقناة الساحة صراحة وعلى رأسهم جميع من سبق، أشكرهم جزيل الشكر جميع من سبق قناة الساحة وعلى رأسهم سعادة الأستاذ ناصر القحطاني لإبراز هذه المحافظات وإبراز معالمها السياحية في الحقيقة. شكرا لكم، أنا عاجز عن الشكر للجميع والله، جزاكم الله خير وتمسون قرين وعيد تجمعنا وتراث الأجداد ممحانا. ونبي والله نبي يكون الصراحة عندنا برضه زيارة خاصة للمحافظة إن شاء الله. اي والله والله كلها جولة سياحية ناصر الحبيب بمسابقة شاعر.